السلام عليكم. اليوم عوصفة والدتكم طاجين البرانية ولا طاجين المدربل، يعني هذا الطبق اللي نديروه فيه كامل التراب الوطني وكل منطقة كيفاش تحضروه. اليوم جبت لكم أسهل طريقة ممكن تحضروها، أنا حضرتها في الطاجين، أنت حضريها فاش حبيتي. شوفوا الطاجين مازالو يغلي لأنه تعطين، في الأخير ندلو هكذا نزينو بالرشة نتاع المعدنوس. اذا اول حاجه بديتها في هذا الطاجين تاعنا تاع نهار اليوم، حكمت الطاجين درتو على نار قليله. انا خيطت هذا الطرف تاع اللحم، هذا كيما هنا نعيطلو العبوز، يعني يجي بزاف بنين. درت زوج مرصوات، راح ندلو شويه تاع الزيت لكن ما نكثرش بما انه راح نطيب باللحم. فيه شويه تاع الشحمه، والطاجين تاعي على نار قليله ندير يا ربي 3 مغارف كبار تاع الزيت، راح تكون كافيه. اذا نخليه هكذا يتقلى شويه ويسخن ونغطيه ونخليه. بعد ما تقلاو لي شويه الطرف تاع اللحم، هنا عندي بصله كامله قطعتها قطع صغيره نديرها تقلى. كما نعرفوا انه الطاجين يعني يحب القانه ويحب طيبي غير بالعقل. انا تقدري ما مديري الدجاج، كما تقدري تخلطي الدجاج واللحم راح يطيبوا بنفس الوقت. ما تخافيش انه الدجاج يطيب مليح واللحم ما يطيبش، بالعكس الطاجين راح يطيبهم لك كيف كيف. اذا نخلي هذا يتقلى باش نزيدوا التوابل. بالنسبه للتوابل ندير شويه نتاع فلفل الكحل، ضربوا بهذه الطريقه يجي هايل. راح ندير له شويه نتاع الكركم يعطينا اللون ويعطينا البنه، نزيد عليهم شويه نتاع العكري هكذا، الكمون الحم يحب بزاف الكمون، ندير له شويه نتاع الكمون يعطي له بنه هايله. هذا نخليهم يتقلاو لنا شويه، هو يتقلى ندلو الماء لازم يكون سخون لكن غير شويه باش فقط هذوك لي زيبيس ما يتحرقوش، لاني من بعد رايحه نزيد الماء. ندير غير شويه قيس لي زيبيس، راح نزيد عليهم الثوم. انا نحب نقطعو هكذا كبير، كل وحده والرغبه تاعها، اللي ما يحبوش سكر في جهه لانه هذا من بعد راح يطيب يولي طايب زبده. نزيد له الملح، ندير غير قيس اللحم تاعنا ما تكثريش، غير هكذا شويه شويه نخليه يتقلى على النار قليله ونخليه حتى يدبل مليح هذاك البصل هكذا ونخليه. بلا ما ننسى ندلو شويه نتاع المعدنوس ولا الكزبر، كل واحد والذوق نتاعو. كما تقدري تخلطي معدنوس وكزبر. اذا بعد ما خليته تقلى لي مليح، دوك نمرقو بالماء. كما نعرفوا الطاجين ما يديش الماء بزاف، مثلا اليوم درتو في الطاجين تقدري طيبيه في الكوكوط طنجره كيما حبيتي. اذا ندلو هكذا شويه نتاع الماء ونغطي عليه ونخليه حتى يطيب لي هذاك اللحم. الله الله عليه. اذا ها هو معنا، نخليه حتى يطيب بهذه الطريقه. في الوقت اللي الحم تاعنا راه يطيب، هنا عندي زوج حبيبات تاع باذنجان. دوك انا حندير زوج حبات، كل وحده دايره على حساب افراد العائله. اذا نحي هذا الراس هكذا. اليوم انا الباذنجان ما حبيتش نقليه هكذا باش الماكله تاعنا ما تجيناش ميدمه ما تجيناش ثقيله بزاف. واش راح ندير؟ راح نجيب موس ونحي هكذا، يعني شويه شويه باش يجينا الشكل نتاعو شباب. نحي هكذا ونزيد هكذا، يعني نخلي شويه هذيك الكحوليه باش يجينا شباب فقط في التقديم، سينو يعني ما ديروهش. هكذا الحبه تاعنا، بعد نقطعها الى دوائر اللي تكون، نديروها شويه خشينه يعني ما نرقوهاش بزاف باش هذاك الباذنجان تاعنا يجينا ملحم. بعد نحكم لهنا سنيوه درت لها ورق الطهي ونستفو. دوك هنا اللي تحب تقليه اقليه، هنا لك الاختيار، تقدري تقلي الباذنجان تاعك فقط. انا حبيته كما سبق وذكرت حبيته خفيف ما يجيناش مزيت بزاف. اذا نستفو هكذا كامل في السنيوه وندهنوا بشويه نتاع الزيت هكذا، غير شويه 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 ندهنوه، رشوا بشويه نتاع الملح شويه شويه. من عندكم تكثروا، الباذنجان ما يحبش بزاف الملح. نقلبوا الجهه الثانيه كيف كيف، ندهن الجهه الثانيه تانيك بالزيت كيف كيف،
وشويه نتاع الملح وندخلوا الفرن على 200 درجه 190 200 درجه الفرن يكون سخون نطيبوا على جهتين حتى يتحمر لنا مليح باش نحيه. اذا ها هو الباذنجان بعد ما حمرته في الفوغ شوفوا اللي تحب تقليه تقليه انا هكذا نحبه يجينا خفيف على المعده ويجينا بنين. منين داك طلي على الطنجره تاعك ولا الطاجين ولا درتيه في لاكوكوت ولا فاش طيبتيه. اذا ها هو اللحم تاعنا طاب اللحم انا عندي طاب لي نحطو شوفوا طاب الزبده البنات وتنحى كامل من العظم. دوك واش ندير المريقه راهي قليله عندي دوك واش ندير ها هو معنا راني منقصه النار تماما. عندي هنايا هذاك الباذنجان اللي حمرته في الكوشه وزدت معاه حبه تاع بطاطا اللي كنت قليتها. دوك واش ندير نحكم ندير حبه بطاطا وحبه نتاع باذنجان غير هكذا من الفوق يعني في الاخير نستف. وقت هنا تقدري ديري غير باذنجان فقط هنا باش نزكي المول تاعنا يعني ويجينا بنين. وسبحان الله هذا الطبق جزائري وكل منطقه كيفاش يطيبوه كان يسموه المدربال كان يسموه البرانيه. اذا نستف هكذا بدا باش يجينا الشكل نتاعو شباب. بعد ما استفت هنا عندي حمص طايب يعني بالملح طبيعه الحال نديرو غير هكذا في الوسط ما حبيتش نخلطو. من بعد هذاك كي نغطي عليه هذاك يعني البنه راح كامل تهبط عليه نعاود نغطيه ونخليه يعني يعاود يتشرب لنا هكذاك 5 دقائق. في الاخير الطاجين تاعنا هو معنا واجد نفد شويه من هذيك المريقه ونسيي كيفاش نشرب كامل هذاك الحمص يعني بلا ما نحركه. واش درنا الطاجين تاعنا راهو واجد معنا. الوصفه تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده طاجين شهي تبعوا الطريقه فقط. هذاك اللحم طاب لي زبده هذيك البطاطا والباذنجان طاتها بنه على بنه. هنا فقط ما تحبش دير البطاطا ديري غير الباذنجان فقط انا حبيت نزيد حتى الشكل تاع الطاجين تاعنا يجينا بزاف شباب. ديريها بالدجاج ولا باللحم ولا الخليط. اذا تبعي جربي الطريقه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده والى اللقاء.